كان رجلا مهذبا جدا جدا. كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا. كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله. كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية. طالما قلت ولا زلت أنادي صار ديني في هوى أحبابي. كل قد جرب في حياته طبقا لأوضاعه الخاصة السعادة والشقاء، الحلو والمر، وأنا أيضا قضيت أغلب أيامي الأولى باليتيم أو بالغربة أو فراق الأصحاب أو انعدام وسائل المعيشة والفقر والمصائب الأخرى. وواجهتني في حياتي مصاعب ومتاعب ومررت بالمواقف المختلفة، ولكنني كنت دائما أشعر بيد خفية تنجيني من المهاوي الخطرة وتجذبني من بين آلاف الموانع وتهديني إلى ما أصبو إليه. أيما كنت شوكة أو زهرة فذاك حاصل اليد التي ترعاني. جئنا إلى قم، وعندما جئنا لم نجلب معنا أي شيء، جئنا بأيد خالية لأن جماعة الديمقراطيين كانوا يحكمون المنطقة ولم يسمحوا لأحد بأخذ شيء معه. وجاء إلى هنا واستأجر منزلا. في البداية حللنا ضيوفا على المرحوم قاضي الذي استشهد وكان أول إمام جمعة لتبريز. في البداية جاء وسكن في غرفة بمنزل آية الله قاضي. استأجروا لنا غرفتين وكان بينهما ستارة لم تكن بينهما باب، مقابل بيت الإمام بالضبط، وبدأنا حياتنا هنا. في فترة عاش العلامة الطباطبائي ضائقة مالية شديدة، يدل ظاهره على أن الملابس التي كان يرتديها، صدقوني أكاد أبكي لحاله أحيانا. كان يقترض ليدفع أجرة المنزل. كان لديه لباس قد يستنكف الآخرون من لبسه. كان إنسانا محترما من عائلة قاضي، عائلة قاضي التي أنجبت علماء كبار على مدى قرون. كان لقبهم قاضي، إنهم من أولاد الأكابر، كان يجب أن يعامل بشكل آخر. حياة الطلبة يجب أن تكون كذلك، ولكن أولاد العوائل الغنية يجب أن لا يحيون هكذا. أهم شخص كان في حياته زوجته وهي والدتي. كان زاهدا في حياته.
عندما كنا في تبريز كان مستوى معيشتنا جيدا. كان لنا بيت له 3 باحات و20 غرفة، فيه إسطبل وخيل وبقرة وخادمان وخادمتان. نحيا فيه حياة ترف وبذخ، وفيه صالة جميلة كانت حياة عز وترف. عرف الأصدقاء أنه كان معدما مدة وكان مدينا أيضا، ولم يخبر أحدا. كانت أمي ابنة مالك كبير، كانت تجيد ركوب الخيل. عندما كانت تركب الفرس كنا أطفالا لم نكن نستطيع اللحاق بها، كانت ذكية جدا، وكان إخوتها مالكين كبارا من هكذا عائلة انحدرت. كانوا لا يملكون شيئا إلا توكل عجيب. تركت العيش الرغيد بسبب رغبة زوجها في المجيء إلى قم، فجاءت مع زوجها وأطفالها إلى قم. قالت مرة لأحد الأصدقاء: كان في بيتنا في تبريز غن للدجاج أكبر من هذه الدار. تركت أمي المسكينة دارا فيها 20 غرفة وخادمان وخادمتان وملحقات، وجاءت لتعيش في هذه الدار الصغيرة هي وزوجها وأطفالها في غرفتين. إن لم تكن المرأة رؤوفة ومحبة لزوجها فالحياة لن تكون وادعة ولا يمكن إدارة شؤونها. كانت تبحث عن ذاتها في زوجها. كان يوم عاشوراء وقد بدأت المرحومة بقراءة زيارة عاشوراء في بيتها في قم. وعندما كانت تقرأ زيارة عاشوراء خطر على بالها ما آلها من التوفيق عندما كانت في النجف، وكانت في مثل هذه الأيام تذهب إلى حرم الإمام علي عليه السلام، وفجأة وجدت نفسها في الحرم تزور وتدعو. وبعد الانتهاء عادت إلى حالتها الطبيعية لترى نفسها في بيتها ثانية. هذا ما رواه لي العلامة. كانت مؤمنة بزوجها وتحملت المصائب معه. كانت زوجته تحبه كثيرا. قال للمرحوم المطهري: لولاها لما نجحت. قالت لي والدتي: كلما بنيت حياتي من جديد فإنها تتلاشى، مع ذلك كانت سعيدة مع زوجها. ذهبت إلى العلامة مرة، كان لدي سؤال، وكنا نذهب للسؤال وربما أشعر أحيانا أنه مشغول، فكان يخرج عند الباب ونقف عند الباب ونناقش المسألة، ولم يكن يسمح لي بتقبيل يديه. وذات مرة رأيت زوجته الكريمة قادمة وهي ترتدي الحجاب القديم، فوقفت جانبا حتى تدخل. كانت العظمة بادية عليها، حقا كانت عظيمة. كان صديقين حميمين، صداقتهما كانت صادقة راسخة. وقال لي ذات مرة: لا أدري كيف تبقى مستيقظة، يتحدث عن زوجته في الليالي وعند منتصف الليل. عندما أقرأ ويوشك النعاس أن يغلبني فجأة أرى زوجتي قد لاحظت ذلك، فتأتيني بالشاي
وتضعه أمامي وتكلمني حتى يذهب النعاس عني وأواصل المطالعة. كانا صديقين بغض النظر عن كونهما زوجين، كانا صديقين وجعل بينهما مودة ورحمة، هذا أساس حياتهما. وإلى آخر حياتها كانت تذوب في زوجها. في مجلس الفاتحة على روح زوجة العلامة ذهبت ورأيت مكانا خاليا، فهممت بالجلوس، فناداني السيد حسين السيد القاضي، فالتفت إليه فقال لي تعال هنا. قال لي هل كنت تعرف المرحومة؟ قلت لا، ليس كما تعرفها، فأنتم أقرباء. فقال أتعرف مدرسة حسن باتشا؟ فذاك جدها. قالت لي والدتي ذات يوم بعد أن أموت، وذكرت اسم سيدة غير متزوجة، تلك السيدة زوجوها من أبيكم، في حين أن السيدات عادة لا يوصين بذلك ويكرهن أن يتزوج أزواجهن، لكنها قالت بعد وفاتي زوجوا تلك السيدة من أبيكم. وعندها سألت أمي ما هذا الكلام الذي تقولينه، لما تتحدثين عن موتك، من يعلم متى يموت؟ فأجابتني أخبرني أبوك. فقلت وماذا قال؟ قالت أخبرني أبوك أنني سأموت قبله، وهذا ما كان بالفعل. فقد توفيت أمي عام 1965 وأبي عام 1981. رأى المرحوم المطهري العلامة يمشي خلف جنازة المرحومة ويبكي بكاء الأطفال كالطفل الذي توفيت أمه، فالتفت إليه وقال له الناس يشاهدونك فأنت خلف جنازة المرحومة. فقال العلامة يا سيد مطهري، كيف لا أفعل ذلك وأنا بدونها لا أحسن شيئا من شؤون البيت وخارجه لولاها؟ وقال كلاما يفهم منه أنه لولاها ولولا إدارتها لشؤون البيت لم أكن لأبلغ ما بلغت، كل ما لديه بجهودها ومساعدتها. من هر چه دارم زحمت و با معینیت ایشون. كان يشرف إشرافا كاملا على جميع شؤون المعيشة، لكنه أوكل تربية الأطفال لوالدتي. كانت والدتي تقوم بتربية الأطفال وإدارة شؤون المنزل الداخلية، وكانت امرأة قديرة ليس فقط على تربية الأطفال وإدارة البيت ورعاية الزوج، بل كانت مع عدد من النسوة تتصدى لخدمات اجتماعية خارج المنزل. ما أعرفه هو أنه كان يذهب إلى قبرها ويأنس به. كان لمدة طويلة يذهب يوميا لقراءة الفاتحة. لا يمكنه أن يفعل غير هذا، فهو إنسان عاطفي، أعني العلامة. إذا خالط أي أحد حتى الأصدقاء والطلاب فإنه يألفهم، قد لا يبدي ذلك ولكنه يشعر به. Thank you.
في تلك الليلة التي توفيت فيه الوالدة كما عرفنا لاحقا، في تلك الليلة ومنذ أولها لم تجلس في الغرفة لحظة واحدة، بل كانت تمشي وتكرر قول لا إله إلا الله، ولم تنفك عن فعل هذا، ما أثار استغرابنا وتساؤلنا لماذا تفعل ذلك. بعد وفاتها فهمنا أنها كانت تعرف ما سيحدث لها في تلك الليلة في 9 أبريل نيسان عام 1965. في الحقيقة تعرفت عليه لأن العلامة الطباطبائي كان يتردد على طهران في ذلك الوقت، أعني قبل 60 عاما. نعم، كان يتردد على أبي، وكان صديقا له ومقربا جدا، وكانا حميمين. رفيق بوت مربوط بوت خيلي رفقت. وكان العلامة عندما يلتقي بأحد فإن تصرفاته معه تكون نموذجا يحتذي به الآخرون، كان رزينا جدا إلى أبعد حد، لقد كان إنسانا مثاليا حقا في الأخلاق والأدب. خيلي متين بود، خيلي متين. كان العلامة الطباطبائي قد بدأ دراسته وتحقيقاته في سيرة حياة خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم منذ سني شبابه. كتب أول ملاحظاته في هذا المجال خلال دراسته في مدينة النجف الأشرف، واتخذ هذه الملاحظات سيرة عملية يتبعها في حياته الخاصة. وكان هدف العلامة من لبس الملابس الروحانية هي اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كافة تصرفاته، وباتباعه لهذه الملاحظات كان يطوي طريقه نحو العلا. وبعدها وخلال فترة سكناه في قم المقدسة جمع ما كتبه وكتب كتاب سنن النبي. ذات مرة رافقته إلى بيته وكان لديه خادم كبير السن، ربما كان قد ورثه، وعندما وصلنا إلى داره قرع الباب بشدة. سمعنا الخادم يقول: ماذا دهاك؟ لما العجلة؟ وفتح فلم يقل له شيئا، وقال لي: انظر هذا خادمي، ويعاملني بهذا الشكل كما ترى. للعلامة كتاب اسمه سنن النبي، جمع فيه سنن رسول الله، الأعمال المستحبة، كيفية لبس الملابس، أنواع الملابس التي كان يلبسها، كيف كان يأكل، أي طعام كان يأكل، كيف يتصرف مع الناس، النظافة والطهارة، الأدعية التي كان نبي الإسلام يتلوها، وله فصول مختلفة ذكرها في الكتاب الذي كتبه. كان العلامة الطباطبائي شديد التواضع في لبسه، وحتى عمامته كانت صغيرة. روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع على رأسه عمامة طولها حوالي 2 متر في المصطلح الدارج،
وهو كانت عمامته كذلك. وفي نفس الوقت فإن عظمته الروحية عن العلامة الطباطبائي ترعب الإنسان. عندما كنت أراه كأنني أرى أحد أولياء الله. كان يلبس أبسط الملابس. إن تحدثت عنه قد يظن سامع أني أبالغ في الكلام، ولكن ليست هناك مبالغة، فكلكم قد رأى العلامة. كانت لديه جبة يلبسها، من الواضح أنه لم يخطها خياط ماهر بل خياط بسيط. عندما كان في النجف الأشرف أنهى دورة في السير والسلوك، وكان على علاقة وثيقة مع أفراد في هذا المسير كالمرحوم السيد علي القاضي. لا أذكر أنني رأيته، رأيته يوما يرتدي لباسا جديدا. كان يتمثل في جلوسه وقيامه وطريقة حديثه وسماعه وكل تصرفاته برسول الله. أنتم ترون الآن السادة الشيوخ، لا أريد أن أقول والعياذ بالله أنهم يخالفون الشرع، لا، ملابسهم أنيقة جيدة مرتبة جديدة. بعض الشيوخ يضعون على أكتافهم عباءات فاخرة، فاخرة جدا، عباءات غالية الثمن، بينما العلامة له عباءة بسيطة. كان دائما مطأطئ الرأس ونادرا ما ينظر إلى وجوه الأفراد لئلا يخجلوا منه. كان للعلامة الطباطبائي أخلاق خاصة. كان العلامة هكذا دائما، لا يقول أنا، كلامي أنا، حديثي أنا، بيتي أنا، كان هكذا، إلا في حالات معينة لابد له من قولها، عندها كان يقول أنا العبد. لم نر فيه ذرة من الكبرياء أبدا أبدا. وعند البحث لا يجادل ولا يناقش بشدة. كان يدرس في مسجد الخوئيين، وكان هناك بساط والوقت شتاء، فذهب أحد الطلبة وأتى بدفار وألقاه تحته فقال ارفعه، فأصر عليه فلم يقبل. كان لا يريد أن يمتاز عن الآخرين مع كونه أستاذا، وقد رأينا أساتذة لم يكونوا هكذا، كان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيا. خلاصة القول، العلامة نسخة للإنسان المثالي. على حد قول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: إلهي ماذا وجد من فقدك، من فقد تأييدك، وما الذي فقد من وجدك. غالبا ما أراه في حالة تأمل. إحدى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتكئ بين يدي أحد، مثلي إذ أجلس متكئا الآن. إذا دخل أحد علي كان النبي لا يتكئ، وجاء في التاريخ عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لا يتكئ بين يدي أحد، ولا بد أن بقية الأئمة عليهم السلام أيضا كانوا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتكئون. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن العلامة قد اتكأ في حضور أحد. عندما كنا نذهب إلى بيته ويجالسنا أو عندما كان يدرس كان لا يتكئ أبدا. أروع ما كان في المرحوم العلامة الطباطبائي
أنه كان يقرأ القرآن آخر الليل وقبل أن ينام، يتناول القرآن ويتلو بعض آياته لينام وهو في الأجواء النورانية لتلك الآيات. في الوقت الذي كنا معه وكنا نراوحه ونلتقي به، دققت في تصرفاته فرأيته يطبق عمليا جميع الأمور التي وردت في كتاب سنن النبي. هذا الرجل كان يبدو على محياه الحياء، كنا نندهش عندما نرى هذه السحنة، كان وجهه ملائكيا. نحن نعتقد أننا عرفنا كنه الإسلام، ولكن لا، ما زلنا بعيدين جدا عن الإسلام، بعيدين جدا. ذهب شخص يوما ما للقائه وسأله أن يعرف له الإسلام، فأجاب العلامة: هيهات، أين أنا من الإسلام؟ الإسلام لا يمسه إلا المطهرون، هكذا كان العلامة. لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطباطبائي. كان لا يرى نفسه أفضل من الآخرين أبدا. لا أتذكر أبدا أنني رأيته يلبس لباسا جديدا. عندما تنظر إليه وهو يصلي تصيبك الدهشة والتعجب. نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم.